عقبال 100 سنه لطاهر، وان شاء الله يبقى هديه عيد ميلادك لجمهور النادي الاهلي ان شاء الله يوم السبت اللي جاي، وهديه عيد ميلاد قفشه لجمهور النادي الاهلي، عيد ميلاد قفشه كان امبارح ان شاء الله تبقى يوم السبت، وهديه كابتن سامي قمصان اللي كان عيد ميلاده امبارح برضو تبقى يوم السبت القادم امام سان داونز. كلنا في ظهركم، صدقوني جمهور الاهلي 70 80 مليون اهلاوي كلهم هيبقوا في ظهركم ان شاء الله يوم السبت اللي جاي، حتى لو الاستاد ده مش بالمجان. يعني سان داونز والله انا بحب كده على فكره، سان داونز من الفرق او من الناس الاذكياء، لما لقوا احنا هنلعب النادي الاهلي والنادي الاهلي لازم يكسب هذه المباراه عشان يقرب، فنعمل ايه؟ لازم نعمل حاجه. ما هو هنا خلي بال حضراتكم، كره القدم ليست هي اللعبه الاولى في جنوب افريقيا، ولكن لكن سان داونز له مشجعين كثر الحقيقه في جنوب افريقيا طبعا، فندخل الناس مجانا مجانا علشان نملى الملعب، الملعب 20-30 ألف. وخلي بالكم اي حد لابس تيشيرت اصفر عايز يجي يجي عشان يبقى لابس لون التيشيرت بتاع سان داونز ويخش ببلاش، وقالوا لهم هنعمل لكم يوم حلو ماشي. ما هو طبعا لان ده النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي، هل ده بيحصل مع اي فرق اخرى؟ ما بيحصلش، سواء في افريقيا او في مصر او في افريقيا يعني ما بيحصلش. ليه؟ لان النادي الاهلي بقيمته الكبيره جدا عارفين عارفين. فانا عاجبني تفكيرهم طبعا، ولكن انا عندي لعيبه زي ان شاء الله ان شاء الله زي الرجاله، مش زي الرجاله، هما بالفعل رجاله ان شاء الله. ربنا يكرمنا يوم السبت اللي جاي وكلنا في ظهركم. والله الواحد لو كان يقدر يسافر انا كنت سافرت، عشان لو لوحدي لو بطولي اشجع النادي الاهلي يوم السبت اشجعه في الملعب. يعني النادي الاهلي عنده 80 مليون او اكتر كمان مشجع، لكن انا بتكلم على ان من كتر الحماسه اللي جوه الواحد انا عايز الفرقه دي ان شاء الله، لان انا ثقتي كبيره جدا جدا في كل اللاعبين اللي موجودين، مش انا لوحدي، انا وكل او معظم جمهور النادي الاهلي. فيه طبعا بنبقى زعلانين في بعض الاوقات من بعض اللاعبين، ولكن طبيعي جدا ده بيحصل، لكن في النهايه ثقتنا كبيره جدا جدا فيكم ان احنا الفتره اللي جايه ربنا يكرمنا ان شاء الله.